وقعت اشتباكات مسلحة بالمدفعية الثقيلة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية بمحور الظهر الحمر أثناء زيارة اللواء كمال جبالي وضباط العمليات للمحور. هذا فيما استهدفت القوات المسلحة تمركزات ومواقع الإرهابيين بالمدفعية الثقيلة، وكانت الإصابات دقيقة على مواقع الإرهابيين، حيث تم استهدافهم من قبل الكتيبة 321 بالمدخل الغربي لمدينة درنة وحوشيم بوربيحة بالظهر الحمر جنوب المدينة. هذا كما استهدفت السرية الأولى مشاة بالأبرق والسرية الثانية استطلاع بالقبة التابعتين للقوات المسلحة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، استهدفت تجمعات وآليات للإرهابيين بالظهر الحمر جنوب مدينة درنة.